زمان سنة 158 هجرياً كان في إمام اسمه الإمام الفقيه شيخ الديار المصرية الإمام حيوة ابن شريح، وكان قاعد مرة في المسجد ومع التلاميذ مئات التلاميذ بيعلمهم دين ربنا سبحانه وتعالى وبيؤدي رسالته الدعوية، وإذا بصوت أمه من جنب الجامع: يا حيوة. نعم يا أمي. قم فألقي الشعير للدجاج. يقوم الإمام الكبير شيخ الديار المصرية يروح يرمي الشعير للدجاج ويجي يكمل الدرس. ما هو الشيء اللي كان في قلبه وعقله اللي خلاه يسيب رسالته لشيء ممكن يكون بالنسبة له مش ذو قيمة مقارنة برسالته ودعوته، ويروح يرمي شوية رز ولا شعير للدجاج؟ ما هي المفاهيم اللي كانت علمها من الله ورسوله عشان أول ما يسمع أمه بتنده اسمه لا يرى إلا الله ثم أمه فيقوم مسرع؟ ما هي المفاهيم والمعلومات اللي ممكن الواحد يتعلمها من الوحي الشريف أو من العلم الحديث تخليه يعيد ترتيب أولوياته وأعماله الصالحة في الدنيا بحيث يضع فن إكرام الوالدين كأولوية أولى في حياته؟ أنا إنس، 25 سنة. اتربيت في أسرة فقيرة وعلى قد حالها. أبويا كان راجل بسيط. من وأنا طفلة صغيرة وأكبر مشاكلي هي البيت اللي أنا اتولدت فيه، أبويا وأمي، يعني مش البيت نفسه. عمري ما حسيت إن أنا فخورة بيهم، بالعكس كنت بحاول أخبيهم عن كل الناس اللي بشوفها. مش عايزة حد يشوفهم ويعرف إن دول أبويا وأمي. هما صحيح علمونا في مدارس كويسة وكانوا بيحبونا زي أي أب وأم ما بيحبوا ولادهم وبيخافوا عليهم، بس فضل طول الوقت ما بيننا حاجز. الحاجز كان بيمنعنا إن إحنا نقرب من بعض، والحاجز ده كان من ناحيتي أنا أكتر من ناحيته. كنت كل ما بكبر وبتعلم وبحتك بناس أكتر الفجوة ما بيننا كانت بتكبر أكتر. كنت بحس إن هم قليلين قوي، خصوصا لما بقارنهم بالناس اللي بشوفهم. أنا كنت شاطرة جدا في دراستي وكنت محبوبة من كل الناس اللي حواليا. كان طموحي ملوش حدود. كنت شايفة إن المفروض أبقى هانم، وزيرة، سفيرة، مرات شخصية مهمة. طول الوقت كنت بحس ان اهلي هم اكتر حاجه بتقف في طريقي، دايما بيشدوني لتحت. كنت حاسه ان انا استاهل اب وام احسن منه. لحد ما ربنا كرمني بسامح، كان معين زميلي في الجامعه، كانوا اهله اغنياء جدا ومبسوطين. سامح حبني وقرر يتجوزني. بصراحة ما كنتش بحب أهلي يزوروني، لدرجة إن أنا طلبت من سامح أكتر من مرة إن أنا نسافر ونسيب البلد. عادي، ما كانش فارق معايا، كان كل همي إن أنا أبعد عنهم، ولو وحشوني بسأل عليهم بالتليفون. أنا عارفة إن ربنا وصلنا على الأب والأم، بس للأسف أنا مكنتش قادرة أشركهم معايا في حياتي الجديدة. كنت شايفة إن هما دايما بيحرجوني بلبسهم وشكلهم وطريقتهم في الكلام، لدرجة إن أنا بطلت أودي الأولاد عندهم. ومرة كنت عاملة عيد ميلاد ابني الكبير وكنت عازمة ناس كتير هما ما يعرفوهمش. طبعا ما عزمتهمش، بس هما عرفوا من سامح وجم. من كتر إحراجي وإن أنا مش عارفة أقدمهم إزاي للناس، مش عارفة ازاي طلعت فيهم وقلت لهم كلام يجرحهم، لدرجة ان انا تقريبا طردتهم. اللي وقف لي في اليوم ده سامح جوزي، بص لي بصة كأنه بيقول لي اللي ملوش خير في اهله ملوش امان. وهم من اليوم ده هم قطعوني، مبقوش عايزين حتى يكلموني. سبحان الله، بعد الموقف ده لقيت حياتي كلها اللي بنيتها وحلمت بيها وفرحت كلها بتتهد من حواليا. سامح خسر فلوس كتير قوي، علاقتي بيه بقت كل يوم أسوأ من اللي قبله.
وانا ابتديت تحصل عندي مشاكل في الشغل اكبر من ان انا عارفة احلها. حتى علاقتي مع اولادي بقيت من كتر الشد العصبي بعملهم بمنتهى القسوة. حاسه ان غضب ابويا وامي عليا سحب كل البركه من كل حياتي. انا ندمان على كل حاجه وحشه عملتها معاهم، نفسي بس يسامحوني. عارفه ان انا الجرح اللي سببته لهم اكبر من اي حاجه ممكن اعملها لهم عشان يصفحوا، بس انا خايفه بعد الشر حد فيهم يسيب الدنيا وهو غضبان عليا. لا شك ان النوعيه دي من العقوق موجوده في بيوت كتيره من بيوتنا، ومن اكبر التحديات على الحقيقه اللي بيواجهها شباب كتير مننا هو قدرته على بره واكرامه لاهله. في جزء من شبابنا قضيه بر الوالدين رغم انها قضيه كبيره جدا جدا في الشريعه وحتى قضيه انسانيه كبيره جدا، لكن هو لا يرعاها اهتمام وهو قاسي شويه على ابوه وامه. لكن مش ده الكم الاكبر من الشباب والبنات. الكم الاكبر من الشباب والبنات شباب وبنات حنينين على اهلهم، لكن في فجوه هو نفسه يكون بار لكنه مش عارف يحافظ ويواظب على بره واكرامه لابوه وامه. يمكن بسبب الحمقه والتسرع اللي في سن الشباب، يمكن بسبب انشغالات الحياه بالذات لما الشباب بيشتغل ويتجوز فيقسى شويه وينسى يسال على اهله او يزورهم، يمكن بسبب بعض التصرفات من اهالينا وهم مش معصومين بني ادمين. ويبدا الانسان لما يقيس كده بره باهله واكرامه ليهم يشعر بالاحباط، وبالذات لما كمان يسمع عن أحوال الصالحين زمان يشعر أنه بعيد عن النموذج اللي ربنا بيحبه. لكن الألم الحقيقي اللي بيتألمه الشباب والبنات في تقييمهم لبرهم وإكرامهم بأهلهم وقت ما هم يخلفوا وتكبر عيالهم شوية كده ويصلبوا طولهم ويقرصوهم قرصة صغيرة، العيال تصغر زغرة للأب ولا الأم، العيال تقول لأ ولا تزعق، فالأب والأم اللي هم شباب يبصوا بقى أنا كنت بعمل كده مع أبويا وأمي، ده أنا تألمت جدا لما ابني ولا بنتي اللي هم حتة مني يعمل فيا كده، ده أنا ياما عملت كده مع أبويا وأمي. عشان كده تعلم فن إكرام الوالدين ما فاتش أوانه، اللي أبوه وأمه عايشين أو حتى اللي سبقونا وراحوا لربنا سبحانه وتعالى، دايما الأمل في ربنا، لأن فقدان هذا الفن خلى بيوتنا فيها وقائع حزينة. والأحداث الواقعية المدعومة بالدراسات والأرقام بتقول كده. في موقع اسمه موقع Breaking Consulting، أحد مواقع الأبحاث، نشر بحث بيقول إن 10% من البيوت بتعاني، الأب والأم بيعانوا من العنف اليدوي واللفظي من الأبناء. يعني لو بصيت لعشر أسر كده في أب وأم اتنين بيتضربوا أو بيتشتموا من أهليهم. أتمنى ما يكونش بيوت بتسمعني كده، ولو في كده يبقى ربنا عامل الحلقة دي سبحانه وتعالى بينا عشانكم. وهنا الأولاد يكسبوا، بس يكسبوا يخسروا بقى. هنا الأولاد ثلاث أضعاف البنات في مد إيديهم وألفاظهم البذيئة. لكن وإن كانت الإحصائية اللي جاية مضحكة، البنات بيفوقوا العيال، الولاد يعني البنات بيفوقوهم في إنهم بيرموا حاجات في وش أهلهم لما بيكونوا متعصبين. دي كبائر يا جماعة، ما تضحكش. ضربة الأب ولا الأم ولا شتيمة ولا بنت ترمي حاجة في وش أمها، دي من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف أسوأ وأصعب ما في الدراسة إن 75% من المعرضين للأذية اليدوية العنف أو اللفظية هم الأمهات. أكثر من أوصى بهم الله ورسوله هم الأمهات، وهم اللي بيتأذوا أكتر بكتير. هي الست أم جناح ضعيف مكسور اللي المفروض الابن والبنت يحموها، لكن هي اللي بتدفع الثمن بعد ما بتربي. صحيفة الديلي ميل البريطانية نشرت أن أسبوعيا الأب والأم بيتم الصراخ في وشهم، ومرتين في الأسبوع بيترزع الباب في وشهم. على فكرة لما تكبر وعودك يشد كده وصوتك يتخن أو أنت صوتك يعلى، لما بتزعق في وش أهلك ساعات ما بيقدروش يردوا، ولو ردوا بينفعلوا جدا وصحتهم ما تستحملش. دي كسرة، ده كسر خاطر، وأحب الأعمال إلى الله جبر الخواطر، ولا رزعة الباب دي قاسية جدا، ربنا ما يدوقها لك من عيالك. أما صحيفة الجارديان البريطانية عملت بحث ضخم بتقول فيه إن متوسط عدد الدقايق اللي بيتصل بيها الابن أو البنت بعد ما يتجوزوا بأهاليهم 5 دقايق في الأسبوع. على فكرة الأسبوع فيه 10,080 دقيقة، يعني
كل 10,000 دقيقة بنكلم أهالينا 5 دقايق بس. خد بالك هم ممكن يكونوا انتوا لما بعدتوا عنهم مش مبين لكم قد ايه هم مشتاقين، لكن هم هيموتوا ويسمعوا صوتكم، ولما تكبر وتخلف هتعرف. حاجة أخيرة هختم مع حضراتكم الأرقام دي. أحد الإحصائيات البريطانية بتقول إن 51% نص الأهالي اللي فوق 75 سنة عايشين لوحدهم عشان ما حدش فاضلهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أب والأم لما بيكبروا دول بابك الأعظم الأكبر بعد التوحيد إلى الله. علشان كده إنك تخلي أهلك دايما حاسين بالكرامة والعز وهم بيتعاملوا معاك، وإن تعب السنين في تربيتهم فيك طمر فيك. إزاي تعرف تحافظ على ده في وسط انشغالك في الحياة وتبقى مشبعهم منك؟ في وسط الخلافات والخناقات اللي بينك وبينهم عمرهم ما يشعروا بالندية ودايما حاسين إن هم أكبر وإنت محسسهم بكده. إزاي تحافظ على فجوة السنين دي دايما يحسوا إن إنت في كنفهم مهما كبرت في الحياة سنا أو مقاما؟ الفن هنا إنك إزاي تحافظ على إحساس الكرامة والعزة دايما جوه قلب أهلك وهم بيتعاملوا معاك. حس إنه تعب السنين في تربيتك طمر فيك. إزاي رغم انشغالك برضو إنت مشبعهم منك؟ إزاي رغم اختلافكم مع بعض دايما محسسهم إن هم الأكبر وإن القرارات طالعة منهم؟ الوحي الشريف والعلم الحديث اتكلموا في الحاجات دي. دول على بعض كده لما نتعلمهم تبقى تعلمت فن إكرام الوالدين. علشان نتعلم فن إكرام الوالدين محتاجين نزيح مشكلة الأول من طريقنا. علم النفس بيقول إن في مشكلتين ما بين الشباب وما بين أهليهم. المشكلة الأولانية هي النفس المتحررة عند الشباب. الشباب والبنات حتى لما بتكبر أنت كمان يعني، طول ما أهلك عايشين حواليك أنت حاسس إن في قيود، إما قيود التوجيه، الأهل عاشوا في الحياة قبلنا ومشيوا في حفر الحياة في الطريق كده، فرجع يقول لك خد بالك من كذا وكذا، فأنت حاسس إن أغلب كلامهم توجيه افعل ولا تفعل، والإنسان بيبقى عنده تحرر، رغبة في التحرر من القيود، فده بيعمل إشكاليات كتير. هناك رغبة في التحرر أيضاً من المسؤولية عنهم، إنك بعد ما اتجوزت واشتغلت وبتشق حياتك كأنك لا لازم أفضل موجود في حياتكم وأسأل عليكم وأكرمكم. اللي ما بيراقبش النفس المتحررة دي بينسى أهله. فدي أول مشكلة، النفس المتحررة من قيود الوالدين أو من المسؤولية عن الوالدين. المشكلة التانية هي الفهم الخاطئ. يا جماعة إحنا بنفهم تصرفات وتوجيهات أهلنا غلط. علم النفس بيقول إن أغلب توجيهات الأهل بتبقى طالعة من الخوف، إما خايف عليك لحسن تتأذي في الحياة من أذية هو شافها قبل كده من صحبة من تصرفات معينة، أو خايف على هيبته إن أنت ما تسمعش كلامه فيفقد قدرته على توجيهك، فهو دايما خايف. واللي خلف فاهم الموضوع ده، في خوف مليان حب، فساعات الواحد بيحس ده تحكم وهو خوف، واللي يقدر الخوف ده يحط أهله في عينيه. علشان كده الوحي الشريف قرآن وسنة كان دايما يفكرنا ما تنساش مين الأب والأم بالنسبة لك. في آية مكررة جدا عايز أتأمل فيها معاكم، لما ربنا في القرآن قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ربنا بيقول الآية دي عشان يفكرك بحاجة أنت ما خدتش بالك منها وانت في بطن امك او انت طفل رضيع، انت ناسي مالكش ذكريات في الوقت ده. فربنا بيفكرك بكم الضعف والوهن والالم اللي عاشته امك واللي عاشها كمان ابوك وهو بيخدمها عشان انت تتربى وقت ما كنت لحمه حمراء زي ما المصريين بيسموها. وربنا قال لو عايز تشكرني ان انت بخير دلوقتي اشكر اهلك، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وسيدنا رسول الله في البخاري في الحديث المشهور برضو تأمل فيه، يوم ما واحد جاله قال يا رسول الله أستأذنك في الجهاد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ليه سيدنا النبي حط الجهاد جنب البر وإكرام الوالدين؟ لأن كلمة جهاد يعني كفاح، يعني بذل الوسع والإمكانية. المحافظة إن أهلي دايما يشعروا بكرامتهم وعزهم ما يتهنوش هم معايا محتاجة جهاد. تختلف معاهم شيء طبيعي، انت بني ادم، هم ليهم فكرهم وانت ليك فكرك، ليهم توجيهات مش على مزاجك، فمحتاجه بذل للوسع وكفاح ان مهما اختلفتوا مع بعض يظل هم اعلى كده وهم حاسين دايما بعدم النديه بينك وبينهم، وده محتاج جهاد. عشان كده النبي حطه جنب ثواب الجهاد. ويجي ابن عباس تلميذ النبي واللي تربى في حجر النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لا اعلم عملا اقرب الى الله من بر الوالده.
اوعى يكون امك عايشه وهي سبب رحمتك وانت مش بترحمها. دي الرحمه كلها بتنزل من ربنا فيها عليك، فحافظ على رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ويجي شاب للنبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله، ارايت ان صليت الصلوات الخمسه واديت الزكاه وصمت رمضان اين اكون؟ قال: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم نصب النبي اصبعه قال: ما لم تعق والديك. كأن عقوق الوالدين بيعكر صفو أعمال صالحة ضخمة قضاها الإنسان طول حياته. وكان الصحابة والصالحين والتابعين بيتناقلوا المعاني دي. أحد التابعين اسمه أبو حازم بيقول: ويحك، أما علمت أن نظرك لوالدتك عبادة فكيف ببرك بها؟ إن أنت والدتك، الموقف ده بنعمله الحبيبة بيعملوا مع بعض، إن حبيبتك تبص كده تلاقيك باصص لها في عينيها فتنبسط، تحس إن أنت مشغول بيها. جرب تعمل المشهد ده مع أمك، إن هي تبقى بتعمل حاجة وأنت باصص لها كده، تبص لك تلاقي عينك كلها حنية. النظرة دي قد تنجيك يوم القيامة في الدنيا من أهوال كتيرة، ويوم القيامة لما الواحد يروح عند ربنا مقصر بس كان حنين بعينيه على أمه. علشان كده الحسن البصري يقول: أما تعلم، عشان كأنه بيقول إيه، اوعى تفتكر إن البر ده مجرد حسنات. أما تعلم أن دعاء الوالد ينبت المال للولد؟ لو أبوك وأمك راضين عنك وبيدعوا لك، ربنا بإذن الله هيكتر فلوسك، هيكتر منافعك، هيكتر مقتنياتك. اللي بيدور على التقدم ويحصل له تطور في حياته، أبوك وأمك في إيديهم كل حاجة، فخليك دايما في خدمتهم. وتعلم معانا النهاردة فن إكرام الوالدين. وأختم بالسؤال اللي اتسأل النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما اتسأل: هل هناك نفقة أفضل عند الله من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله؟ يا نهار أبيض، حماية الأوطان والأراضي والدفاع عن الدين. قال: نعم، نفقة الولد أو البنت على والديه. لما تصرف على أبوك وأمك، تجيب لهم هدية ولا تفرحهم ولا تطمن إن دخلهم الشهري بعد ما أنت اتجوزت وعشت بعيد مكفيهم ولا لأ، ولا بيتزنقوا وأنت ربنا موسع عليك. كل ده فنون وعلوم محتاجين ان احنا نذكر بعض بيها عشان نرتقي لأعلى الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ييسرها علينا ويفكها علينا في الدنيا دي. والحل فن اسمه فن إكرام الوالدين. إلهي، يا سند من لا سند له، يا من لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، لك الحمد يا مولانا على نعمة الإيجاد، ولك الحمد على توالي الإمداد. يا من صورتنا في الأرحام كيف تشاء، أصبحنا يا رب على أنفسنا رحماء، وعلى أغلى من أكرمونا أشداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق علينا. إلهي، أنت خلقتنا وأنت ترحمنا، وفيك رجاؤنا وعليك توكلنا، فمن لنا ولآبائنا إن أحوجتنا إلى سواك؟ ومن ذا الذي يرحمنا إذا لبت الأرواح نداك؟ فإنا إلى رأفتك بمن ربانا من الرجين، ومن قسوة قلوبنا على أبوينا تائبين. يا باسط اليدين بالرحمة، ويا منتهى كل شكوى، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلنا لفن إكرام الوالدين، الخطوات العملية اللي الإنسان بيتبعها حتى يرتقي بإكرامه للوالدين الأحياء أو حتى الأموات. لأن الواحد بيتمنى أنه يبعث مع البارين بأهليهم، ولا يبعث مع أهل العقوق، لأن مكان أهل العقوق المذكور في القرآن والسنة مكان بعيد عن الصالحين في الآخرة. وعايز أفكر حضراتكم بحاجة، الشباب والبنات اللي بيسمعوني أو حتى الكبار اللي أهليهم لسه موجودين في الدنيا، عايز أفكركم أن علاقة الأولاد بأهليهم فيها جهاد. عشان كده سيدنا رسول الله كثيرا ما يقول: ففيهما فجاهد. والجهاد فيه صعوبة،
في اختلافات كثيرة، عايشين مع بعض فترة طويلة، في اختلافات في وجهة النظر، في توجيهات كتير من الأهل ورفض كتير مننا. الموضوع محتاج أن أنا أبقى مركز مع نفسي حتى لا أكون عاق وأنا مش واخد بالي، ثم أكتشف أن أنا عاق لما أخلف وأبقى مصدوم إزاي عيالي بيعملوا كده. بعدين أفكر أقول أنا كنت بعمل أكتر من كده بكتير مع أهلي لما كنت أدعي عيالي. فتعالوا مع بعض نخطو خطوات الإكرام، بس وانت في بالك إنها محتاجة مجهود. والحقيقة إن دايما حلقات بر الوالدين الطبيعي إنها تتحضر مع المشايخ، وده اللي حصل الحمد لله، لكني كنت حريص إني أحضر الحلقة دي مع علماء النفس، لأن علم النفس والاجتماع بدأ يكتب الفترة اللي فاتت في معاملة الوالدين بعد ما شافوا كم التفكك اللي في البيوت في الوطن العربي وبره. فكأن في فجوة ضخمة في المجتمع ما بين هذه الأجيال، جيل الأباء والأمهات والعيال، فبدأت البيوت تتفكك. طبعا في أوروبا بيسيبوا البيت من بدري بدري ويستقلوا بحياتهم، وإحنا هنا بيبقى في انفصال كده عاطفي واجتماعي، الأب والأم عايشين في حياتهم والعيال عايشين في حياة تانية خالص مع أصحابهم. فبدأوا يكتبوا هو كيف تتصل هذه النفوس اللي الفرق بينها وبين بعض 30-40 سنة ولا أكتر ولا أقل. فأول حاجة قالها علماء النفس قال لك احفظ المقام. عايز تكسب أبوك وأمك دايما باستمرار ولا يشعروا بالإهانة أبدا حتى وانت مختلف معاهم، احفظ المقام. أرنولد مندل ده أحد علماء النفس في الستينات، عمل نوع من أنواع الذكاءات اسمه الرانكينج انتليجنس أو الرانك انتليجنس. إزاي تحافظ على الرانك؟ الفرق إن دايما اللي قدامك مثلا أخوك الكبير، أبوك ولا أمك، مديرك في الشغل، إزاي دايما يشعر إن أنت مش ناسي ان هو اكبر منك، رغم ان انتوا بتختلفوا وبتعبر عن وجهه نظرك، وساعات ممكن تنفذ اللي انت نفسك فيه، لكن مع حفظ المقام دائما. احنا مش انداد، وده اكبر غلط بيحصل من الاولاد والبنات مع اهاليهم، نديه في نبره الصوت، نظرات العينين، نديه في الالفاظ، فيبدا الاب والام يخافوا. الولد كده بينحرف، هيضيع في الدنيا، اذا كان بيعمل مع ابوه وامه بيتعامل بالطريقه دي، امال بره هيعمل ايه؟ فيبدأ توجيههم يبقى أكثر عنفاً شوية حفاظاً على الولد. الصالحين زمان طول عمرهم محافظين على موضوع الرانك ده، الفرق ده، درجة أن فتاوى العلماء زمان كان الله ورسوله، أبوك وأمك، وبعدين أي حاجة بعد كده في الشريعة. يعني مثلاً يسأل الإمام الكبير مجاهد من كبار التابعين، يقول إن أبي ينادي علي وأنا في صلاة النافلة، ماذا أفعل؟ الله أكبر، بصلي السنة، أبويا بينده، قال أجب أباك. طب ده انا واقف مع ربنا، سلم، ما دام دي صلاه نافله مش فريضه، سلم وروح لابوك. ويسال الامام الكبير عطاء احد كبار فقهاء المدينه، يقول ان امي تحبسني عن صلاه الجماعه في الليله المطيره، الدنيا بتمطر فماما خايفه علي اروح اصلي في الجامع، ان امي تحبسني عن صلاه الجماعه في الليله المطيره، قال اطع امك. يا سلام، يعني يسيب صلاه الجماعه عشان امي؟ دي فتوه مجاهد، واحد من كبار علماء التابعين. ويتسال الحسن البصري العظيم، يقال له إني أتعلم القرآن مع رفقة القرآن، لكن أمي تنتظرني على العشاء، أعمل إيه؟ قال اذهب فتعشى مع أمك تقر عينها تفرحها، فعشاؤك مع أمك أفضل إليك من حجة النافلة. بص الحسن البصري، تربية بيت النبوة، سيب المقرأة اللي بتحضرها في وقت العشاء وروح احضر مع أمك العشاء، هتنبسط أمك، ده أحسن من حجة النافلة. كأنهم خلاص أصبح عندهم الرانك، أصبح عندهم الترتيب، الله ورسوله، الفرائض على طول، ثم الأب والأم، أي حاجة تتلغي في سبيل رضاه. فأنا بقول لك أول حاجة بسم الله كده، حافظ على المقام في أي نقاش، في أي خلاف، في أي طلب، دايما الأب والأم يحس إن هم سابقين بثلاث أربع خطوات كده، ساعتها هتاخد اللي أنت عايزه من غير ما هم يشعروا بلحظة الإهانة القاسية جدا عليهم. يبقى أول حاجة حفظ المقام، دي أول حاجة في فن إكرام الوالدين. رقم اثنين، لا تنتصر لنفسك. احنا مش في معركة شخصية مع الأب والأم. بفكركم إن الأب والأم أغلب توجيهاتهم طالعة من الخوف. هو خايف عليك أو خايف على مقامه معاك فما يعرفش يربيك، يعني هو خايف عليك من انحرافات كتيرة ومخاطر كتيرة هو عانى منها في الحياة فخايف عليك، أو هو بيكلم معاك بيشوفك أنت عندك ثورة عليه فبيخاف على مقامه لحسن ما يعرفش يوجهك بعد كده، فتلاقيه كل ما أنت تشد هو بيشد، ده من خوفه. فدايما باستمرار مفيش شيء شخصي، هو كل منطلقات الأب والأم في تصرفاتهم مصلحتك. عشان كده الصالحين زمان كان بيبقى عندهم لحظة وقفة مع النفس كده، أنا مش عايز أنتصر لنفسي، لما يحصل شد مع الأهل كده يتوقف كده، ده أبويا أو أمي ما
تنساش ده مش عدوك. يزيد بن أبي حبيب بيقول إيجاب الحجة على الوالدين عقوق. يعني إيه إيجاب الحجة؟ يعني بنتناقش، هو يقول كلمة وأنا أقول كلمة، سكته، يعني قلت له كلمتين كده خليته ما يعرفش يرد. مين؟ أبويا أو أمي كانت بتقول لي مش عارف ما تعملش، قلت لها ما ينفعش، وواحدة اتنين تلاتة أربعة، مين اللي كسب؟ أنا. سكته وثبته. إيجاب الحجة على الوالدين عقوق. وعون ابن عبد الله أحد الصالحين في يوم من الأيام أمه ندهت عليه، فرد عليها بصوت عالي نعم. فلما عمل كده إيه ده؟ أنا بزعق لأمي ولا إيه؟ فأعتق رقبتين، طلع بتاع 4000 جنيه في سبيل الله، لأنه حس كده أن لا، ما كانش المفروض أعمل كده، لأن يعني أنا مش بتخانق مع عدو. لا تنتصر لنفسك، ما فيش شيء شخصي بينك وبين أهلك. يبقى أول حاجة حافظ، احفظ المقام، هم أعلى. اتنين، ليس هناك أمرا شخصيا فلا تنتصر لنفسك. النقطة الثالثة في فن إكرام الوالدين، ودي لا يجدها إلا الأقوياء، ألا وهي روح الخدمة. روح الخدمة يعني إيه؟ نفسيتك نفسية الخدمة، أنا هخدم أبويا وأمي. عايز أقولك إن المن على أصحاب الفضل قسوة. لما حد يكون ليه فضل عليك فتمن عليه إنك بتجيب له كوباية مية ولا قاعد مستنيها عند الدكتور ولا حاجة، لما تمن عليه بتبقى قاسية على القلب أوي أوي، لأن هو أصلا لحم اكتفك من خيره ومن خيرها. فالمن قسوة، فلما يشعر أنت بتخدمه بنفس جميلة كده يشعر إن التربية فعلا نفعت فيك. ودي أحد أكبر الجوائز اللي بتفرح الأب والأم، ابني ولا بنتي شايلني. وعايز أقولك إن مش سهلة. واخفض لهما جناح الذل، أنا فرحان وأنا بخدم يا أبويا وأمي. ودي لا يفعلها إلا الأقوياء. القوي هو اللي يعرف يضعف وقت ما يحب. يعني أنت لو قوي جدا وأنت قوية وليكي مركز في المجتمع، شفتي طفل بتوطي وبترققي صوتك وأنت بتتكلمي معاه، أنت قاصد تعمل كده عشان ده يتناسب مع الطفل. اعمل نفس الكلام ده بما يتناسب مع الأب والأم، إنك توطي بس توطي قلبك. واخفض لهما جناح الذل بسبب من الرحمة، أي بسبب الرحمة اللي مالية قلبك. ومش هنسى أبدا لما أحد الكتاب الكبار كتب على صفحته بيقول إنه كان راجع وهو صغير من السينما، وأبوه قاعد كده وعمال قاعد في البيت كده في حتة ضلمة كده، فالولد دخل قال سلام عليكم، أو الرجل دخل قال سلام عليكم، فالأب رد السلام، أم الرجل دخل بسرعة، على الشاب دخل على أوضته بسرعة، فأبوه نادى عليه بنرفزة، أنت كنت فين؟ قال له كنت في سينما مع أصحابي. هو بيقول الشاب ده أنا برد بسرعة زهقان من الكلام، والأب عمال يألف أي حاجة عايز يتكلم مع ابنه. طب وموضوع الفيلم إيه؟ يقول له واحد واحدة مش عارف إيه بسرعة كده. هو بيقول أنا شايف أبويا عمال يفتعل المواضيع لأن أنا وحشه ونفسه يطمن عليا وآخد ودي معاه في الكلام، وأنا عمال مقتضب قوي معاه مع إني مع أصحابي أحكي له يا ابني فاتك نص عمرك لما خرجنا مش عارف فين، وأبويا أقول له كلمتين كده. قال لما كبرت أدركت يعني إيه قيمة أبويا اللي أنا كنت وحش وقاعد مستنيني وعايز يطمن عليا. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر لما أحد الصالحين قال له أنا أمي عايشة معايا، قال لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أمك دي تدخلك الجنة حتف، بس ابعد عن الكبائر أو توب منها. لخص الإسلام كله في إكرام الأم، بس روح الخدمة. يبقى يحفظ المقام، إن الدية ابعد عنها. رقم اتنين، لا تنتصر لنفسك، وعيش معهم بروح الخدمة. دول ثلاث قواعد لفن إكرام الوالدين. فن إكرام الوالدين عايز أقول فيها كذا حاجة. أول حاجة فكرة الندية، في حاجة اسمها في علم النفس كبر الطفل أو the child's arrogance، إن الشاب من دول بيبقى حاسس إنه ند لأهله عنده، أو بيدي لنفسه الحق إنه يقيم أسلوب التربية. لما أحط نفسي في المربع ده عملية صعبة جدا، صعبة قوي أتفهم موقف الوالدين في الحتة دي، من مكان الكبر أو زي ما بيقولوا إيه الدونية. أنا أرى أهلي دوني بمفهوم إن أنا جيل فاهم أكتر، متعلم أحسن، عندي إكسبوجر أعلى. ففكرة إن الدية دي عملية في منتهى الخطورة. الحاجة التانية اللي عايز أتكلم فيها تفهم شعور الخوف. أهالي كتيرة بيسيطر عليها شعور الخوف، بيجي لها وساوس، بيجي لها تفسيرات مستقبلية اللي ممكن يحصل لأولادهم مثلا لو تأخر، فعلى طول بيجيله هاجس الخوف ده. الخوف لما بيسيطر على الأهل بيبقى صعب قوي يبقوا متفاهمين اللي بيحصل في دماغ الشاب من دول. فلازم الشاب أو الشابة
يتفهموا فكرة يعني إيه أهل يكونوا خايفين عليهم، فدايماً وهم بيتحاوروا معاهم يعبروا فكرة الخوف ده، يقدروها، ما تخافيش يا أمي، ما تخافيش يا أبويا، ده كذا. وأول ما الخوف ده بيريح شوية أو بيهدى بيقدر يحصل حوار موضوعي معاهم. أعرف قصة شاب بطل يدخل في منافسة مع أهله في فكرة إن أنا لازم أثبت لهم إن أنا صح وهم غلط، حتى لو هم غلط. تنازل عن فكرة التنافس دي بقى. وعايز أقول حاجة، مش معنى إنه تنازل عن فكرة التنافس وبقى خدهم على قد عقلهم، لأ، بقى فكرة ما بيتعاملش معهم بمفهوم المكسب والخسارة. أول ما تخلى عن الفكرة دي اتفتحت قنوات تواصل عمرها ما كانت موجودة قبل كده. من أجمل قصص إكرام الوالدين قصة الفضل ابن يحيى البرمكي. الفضل ده الابن ويحيى البرمكي ده الأب. حصل بعض الأحداث التاريخية اللي دخلوا بسببها مع بعض السجن، يحيى والفضل ابنه. المأمون بيقول لم أرى أبر من الفضل بأبيه يحيى. لما دخلوا السجن مع بعض رفض السجان يدخل لهم حطب عشان يولعوا نار يسخنوا عليه المية، ولم يكن يحيى البرمكي يتوضأ إلا بالماء الحار، يعني السخن شوي دافي، جسمه ما يستحملش المية الساعة. فإذا بالفضل ابنه يعمل إيه؟ ما عندناش نار نولع، كان يقعد ماسك الكوز اللي فيه المية طول الليل جنب اللمبة. كان زمان كانت اللمبة بتنور بالنار والجاز، يقعد ماسكها جنب اللمبة كده عشان يسخن المية يدفيها. فإذا استيقظ الوالد في الفجر وقت الدنيا برد يلاقي المية ما نمش، الولد ما نمش، الفضل عشان ماسكها كده جنب اللمبة. ثم بعد ذلك خبر السجان بهذا الموضوع، شافه بيعمل الحركة دي فقام طفلهم اللمبة. قام جاي الفضل ابن يحيى البرمكي يجيب كوز المية ويحطه على بطنه جوه لبسه كده، يفضل طول الليل مدفي الكوز ده ببطنه بحرارة الجسم، حتى لما أبوه يصحى في وقت صلاة الفجر يلاقيه دافي على قد ما يقدر. أنت ممكن تشعر أن القصة دي ممكن تكون إكستريم شوية، زيادة شوية، بس دي الظروف اللي كانوا فيها وده التاريخ كان بينقل كده. ولعل اللي مطلوب من حضراتكم أقل من كده بكتير. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الولد إلى والدته عبادة. انك تبص لامك ولا لابوك نظره حب ورحمه، يشعروا كده ان انت ما فيكش جحود تجاههم. صدقني اللي خلف منكم لما بيشوف نظره حب ولا كلمه جميله من العيال اكنه كان ميت واحيا. فاعمل كده مع ابوك وامك. واللي عنده اهل، حد من اهله متوفى، قال صلى الله عليه واله وسلم: انه ليرفع للعبد درجات في الجنه فيقال لما هذا في قبر يرفع كده، يعني الجنة جنة القبر اللي هي روضة من رياض الجنة، يرفع مقام كده في قبره فيقول لما هذا، فيقال له باستغفار ولدك لك، ولدك أو بنتك يعني. فلو حد من أهلك ميتين ما تنساهمش، استغفارك بيوصل لهم، دعواتك بتوصل لهم، أعمالك الصالحة بتوصل لهم، وبتجبر بخاطرهم وهم في تربتهم إنك أنت فاكرهم، والوفاء اللي بينك وبينهم ما انقطعش. تربيتهم هم حاسين، هم في عالم آخر مش عارفين يتواصلوا لكن بيحسوا بينا، والسنة بتشهد بكده في أحاديث كثيرة. يبقى ده كان فن إكرام الوالدين، حياة سلف ودين. ولو ما كانتش سلف ودين في الدنيا فهي سلف ودين بين يدي الله يوم القيامة. وأجمل حاجة في الدنيا أن الإنسان يحط دماغه على المخدة كده، وأهل الفضل اللي علينا إحنا كنا بارين بيهم، ما يبقاش الإنسان جاحد في الدنيا بأقرب الأقربين ليه والأب والأم. فربنا ياخد بأيدينا ويرقينا في شيء أو في جانب من أهم جوانب حياتنا، إكرامنا للأب والأم. فارتقب حياتك ببرك وإكرامك لأبوك وأمك، وحب الحياة وعيش على مراد الله. إلهي، يا غياث المستغيثين ويا قاضي حوائج السائلين، اللهم ألن لوالدي كلامي واعطف عليهما بقلبي واجعلني بهما رفيقا. اللهم اشكر لهما رعايتي وأثبهما على هدايتي، واحفظ لهما أجر شقائهما بي في صغري وأيام شبابي. اللهم وما مسهما مني من أذى أو مكروه أو ضاع لهما حق من قبلي،
فاجعله يا رب حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما. يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات، اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي ولا في كل ساعة من ساعات نهاري، وأكرم أبوي بأفضل ما خصصت به عبادك المؤمنين، اللهم بلغهما رفيع الدرجات واجمعني بهما بجودك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك، إنك أنت ذو الفضل العظيم وأنت يا رب الجواد الكريم. مولاي فاشهد إنني أحبك والنبي محمدا، يا رب فاحفظ والداي برحمتك واجعل لهم من حوض طه موردا. فلو جاد أبوي علي بالرضا كان الطريق إلى جنتك ممهدا. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى اشوف حاجة حلوة تغير الأيام.